بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في نهاية المحاضرة السابقة إن حديثي عن الرواية الواقعية عند نجيب محفوظ سيمتد ليشمل عدة وحدات، وفي كل وحدة ستتناول موضوعا بعينه. ففي الوحدة الثانية التي بدأنا فيها الكلام عن نجيب محفوظ كان موضوعها المهاد الزماني والمكاني للروايات، نقطة أولى. نقطة ثانية بناء الأحداث. النقطة الثالثة تقنيات السرد. وقد استوفيت الكلام عن النقطة الأولى من هذه النقاط الثلاث. باقي أن أقول إن الوحدة الثالثة سأتحدث فيها عن الرؤية الفنية للواقع الاجتماعي في الروايات التي يدور الحديث عنها، وهي روايات سبع كما قلت. الوحدة الرابعة والأخيرة سيكون موضوعها التقديم الفني للشخصيات، معنى تقديم نجيب محفوظ لشخصيات رواياته. وبالطبع لن نتناول كل الشخصيات، وإنما يقتصر تناولنا على الشخصيات المحورية أو المركزية أو الأساسية في تلك الروايات. أعود الآن إلى استكمال الموضوع الوحدة الثانية، وهي كما قلت هما نقطتان أخيرتان. النقطة الأولى بناء الأحداث، والنقطة الثانية تقنيات السرد. والأبدأ بنقطة بناء الأحداث. ومعنى بناء الأحداث هو الطريقة التي ساق بها الكاتب أحداث عمله الروائي حدثا وراء الآخر. وقد قلنا في الواقعية إن عملية السببية أو إن عنصر السببية لابد أن يكون ملحوظا، بمعنى أن الأحداث لا تساق عرضا أو بصورة تلقائية، وإنما يفضي بعضها إلى بعض على نحو يعطيها طبع الاحتمال، إنما لا تكون من قبيل المصادفة. وأيضا يلحظ في مسألة البناء مسألة النمو والتشعب والتفرغ للأحداث. فهناك فرق بين المسار الطولي الممتد والمسار الذي يضم إلى جانب ذلك تشعيبا وتنويعا للأحداث، على ألا تفلت بعض هذه الأحداث من قبضة الكاتب، وإنما يظل مقاليدها بين يديه، فلا يفلت واحد منها. وهنا يكون الفرق بين بناء وبناء. البناء المحدود أو ذو المسار المحدود الذي تقل فيه الشخصيات نوعا وتقل ومن ثم تقل الأحداث، ده له مستواه الفني، ويعلو المستوى الفني كلما تشعبت الأحداث وتفرعت وتكاثرت الشخصيات وتعددت علاقاتها وتباينت وما إلى ذلك. حين نطالع روايات نجيب محفوظ الواقعية بدءا من القاهرة الجديدة، نجد أن القاهرة الجديدة يصدق عليها أنها ذات بناء طولي أو ذات مسار طولي واحد في الغالب، يعني ليست منوعة ولا متعددة على نحو ما بالقياس إلى ما نراه بعد ذلك، وكأنها بداية طبيعية لكاتب يبدأ الطريق. صحيح أن نجيب محفوظ في ذلك الوقت كان قد كتب بعض أعماله الروائية وبالذات الأعمال التاريخية، لكن في جانب الرواية الواقعية كانت ربما كانت هذه هي الرواية الأولى،
ومن هنا نجد ان المسار ينحصر في اربع شخصيات، هما علي طه ومأمون رضوان ومحجوب عبد الدايم واحمد بدير. هؤلاء الشباب يدرسون بكلية الآداب بالجامعة المصرية وفي أوائل الثلاثينيات، وتجمعهم زمالة الدراسة، ولكن تختلف اتجاهاتهم وأمزجتهم، اتجاهاتهم الفكرية والاجتماعية. فالاثنان علي طه ومأمون رضوان يكادان يكونان متضادين أو مختلفين اختلافا بينا على نحو ما سنبين بعد ذلك في دراسة الشخصيات. محجوب عبد الدايم هو الذي لا يؤمن بأي اتجاه ولا يؤمن بشيء إلا بسعادته الخاصة وتحقيق مآربه الذاتية. أحمد بدير سقط من الطريق، يعني بعض الصفحات الأولى لا نكاد نجد له أثرا. تجري الأحداث بعد ذلك حول محجوب عبد الدايم وتطلعاته وعلاقته بالشخصية النسائية اللي هي الفتاة التي وقع معها في خطيئة اللي هي إحسان شحاتة. تكاد تدور الأحداث حول هاتين الشخصيتين وفي العلاقة التي بدأت بينهما ثم انتهت إلى ما انتهت إليه من ضياع. في خان الخليلي نجد أن المسار ينمو قليلا لكنه يظل محدودا، يتمحور حول شخصية أحمد عاكف، الشخصية المأزومة المنغلقة، وشقيقه الأصغر رشدي، والعلاقة علاقة كلتا الشخصيتين بجارتهما الفتاة نوال التي كانت طالبة بالمدرسة الثانوية في المدرسة في السنة الأولى الثانوية. وكل منهما أحمد الأكبر راح يخفق قلبه بحبها، لكنه شخص منغلق وغير متفتح ومتردد وضعيف الإرادة، فلا لا يقدم خطوة، وإنما يظل الحب في كامنا في قلبه ولا يجرؤ على أن يتخذ خطوة للارتباط بالفتاة. رشدي الأصغر يمتلئ شبابا وحيوية، وقد أتى من أسيوط بعد نقله من عمله هناك إلى فرع آخر للبنك الذي كان يعمل به بالقاهرة، ومنذ اللحظة الأولى رأى فيها نوال، حاول أن يقيم علاقة معها، وبدا شابا فائض الحيوية، يعني تغمره نزوات الشباب أو تدفعه نزوات الشباب وطيشه إلى الإقبال على ما يحجم عنه أخوه. وتمضي العلاقة يمضي المسار الروائي إلى أن يمرض رشدي ويحمل هم مرضه أحمد عاكف، وتنتهي الأمر بمأساة وفاة رشدي إلى آخره. في زقاق المدق نرى انفراجا قليلا في الأحداث، حميدة الفتاة المتطلعة وعباس الحلو وشخصيات أخرى، بائع البسبوسة وعم دلوش بائع البسبوسة، وفي عدد من الشخصيات تجتمع لممارسة بعض الألعاب كالنرد أو ثم تدخين بعض المحرمات وما إلى ذلك، ثم هناك الخروج حميدة من المكان الذي كانت تعيش فيه، تخرج بأحلامها إلى وسط القاهرة حيث الأضواء وحيث السعادة التي تظنها، فتقع في مع جنود الاحتلال البريطاني، لأن ده كان في أثناء الحرب العالمية الثانية، وينتهي الأمر بمصرع
بوقوعها أيضا ضحية مغامراتها في عالم الرقص والطرب، وأنه يضيع مستقبل عباس حلمي. نجد هناك نوعا من التنوع في الأحداث والربط بين الواقع الاجتماعي وتطلع الشخصيات، وهذا يبدو أكثر ثراء وتنوعا في بداية ونهاية. بداية ونهاية منذ البدء نرى أسرة واحدة يرحل عائلها كامل علي، وفي حين أن أولاده قد تفرقت بهم السبل، إنه الحسن الأكبر يعني لا يوفق في دراسته، بل يعني دأبه التزوير من المدرسة الابتدائية وينضم إلى عالم العوالم والحفلات في شارع كلود بي وما إلى ذلك. حسين وحسنين كل منهما طالب بالمدرسة التوفيقية بشبرا، حسين في الفرقة الثانية وحسنين في الفرقة الأولى عند وفاة أبيهما النفيسة، كانت قاعدة البيت والأم موجودة. ونرى أن نجيب محفوظ يقدم عالما روائيا خصبا تتعدد فيه الخيوط وتتنافر المسالك والمصائر بين أفراده، على الرغم من انتمائهم جميعا لأب واحد وأم واحدة. فحسن له اتجاه، وحسين وحسنين كل منهما له مسلكه وله مزاجه، ونفيسة في واد آخر، والأم تحاول أن تكون مثل ربان السفينة يحرص على سلامتها وتوفير الأمان لها، ولكن المصير يجري، الأيام تمضي بهم وكل في طريق. وليس ذلك فحسب، بل إن ما فنية أو براعة نجيب محفوظ في بناء الأحداث هنا وصل إلى حد ترتيب الفصول في الرواية، فهو ترتيب لا يأتي عشوائيا، وإنما يمضي في توازن وتضاد، توازن حينا وتضاد حينا آخر. نجد مثلا فصلا فيه حسنين يحاول أن يقيم علاقة حب بينه وبين بهية ابنة الجيران فوق السطوح، في الوقت الذي تحاول فيه أخته نفيسة قامت علاقة حب بينها وبين سلمان البقال. الفصلاني يأتيان متوازيين لكن كل في طريق، قد يتناقض تتناقض المسالك. بهية تتأبى على حسين حين يحاول تقبيلها فتمتنع عليه، في الوقت الذي تفرط فيه نفيسة وتسلم نفسها إلى سلمان البقال. هذان مسلكان متناقضان. وأيضا نجد أنه حسن يقيم علاقات غرامية مع بائعات الهوى في شارع كلود بيك والأزقة المنتشرة منه، وفي الوقت نفسه تسقط نفيسة في خطيئة أخلاقية وتبيع شرفها لكل من يساومها عليه. هناك لكن ده يبقى كأن ترتيب الفصول في العمل الروائي له دخل في إعطاء الدلالة التي أراد الكاتب أن يقدمها من ورائها. لا تتوالى الفصول عشوائيا أو كيفما اتفق، وإنما
يربط ما بينها أحيانا التوازي حين يسيران في طريق واحد أو بس لكنهما لا يلتقيان، وتكون العلاقة علاقة تضاد وتناقض حين يكون مسلك إحدى الشخصيتين مناقضا لمسلك الآخر. في الثلاثية دي بقى ذروة الواقعية عند نجيب محفوظ، تتكون من حلقات ثلاث بين القصرين وقصر الشوق والسكري. والزمان الذي استغرقته أحداثها تكاد تصل إلى 3 عقود من السنين، من نهاية الحرب العالمية الأولى أو قبل نهايتها بقليل وإلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، يعني ربع قرن أو يزيد قليلا إلى قرابة 30. كل حلقة تغطي مجموعة من السنوات، وبالطبع هذا المهاد الزمني لا 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 يذكر صراحة في إن الرواية تبدأ في سنة حدث وقعت أحداثها في الأعوام الفلانية، لا، إنما نحن نستشف هذا التحديد الزمني من خلال الأحداث ومن خلال التفاعل الشخصيات ولقائها في الشخصية في الرواية. الثلاثية تقدم صورة لأسرة في أجيال ثلاثة، جيل الآباء فالأبناء فالأحفاد، السيد أحمد عبد الجواد وزوجه أو زوجته الأولى هنية التي طلقها وأنجبت منه ياسين، والثانية أمينة وهي التي أنجبت فهمي وكمال وخديجة وعائشة، ثم الأبناء ياسين أنجب رضوان وعائشة وخديجة، كل منهما تزوجت وأنجبت، عائشة أنجبت نعيمة التي لم يقدر لها الحياة على نحو قدر لها الحياة طويلا، إنما وصلت إلى حوالي 20 من عمرها ثم قضت نحبها على نحو ما سنبين. خديجة أنجبت ولدين هما عبد المنعم شوكت وأحمد شوكت، وكل منهما افترقت به السبيل عن الآخر. ليس الرواية لم تقدم هذه الأسرة بأجيالها الثلاثة وحدها، وإنما هناك علاقات تربط الشخصيات جميعا بشخصيات أخرى. السيد أحمد عبد الجواد يرتبط بأصدقاء ويرتبط ببعض السيدات التي يرتبط معهن بصداقة على نحو ما. أيضا ياسين له نزواته وله حياته الخاصة، كمال له حياته الخاصة، كل من يعني هناك أصدقاء للأسرة وهناك معارف وأشخاص آخرون قد يختلفون مع هذه الشخصيات أو يلتقون معها. فإذا عالم الرواية عالم رحيب ممتد وآفاقها واسعة، ونجيب محفوظ سيطر على خيوط الأحداث جميعا فلم يفلت من بينها على كثرتها وتعددها وتنوعها، لم يفلت منه خيط واحد، وإنما بلغ كل إلى وصل كل إلى غايته. وهذا ما نعنيه بخصوبة البناء الروائي واتساعه ورحابته. وقلت إن هذا البناء
في الثلاثية يمثل ذروة الواقعية في روايات نجيب محفوظ. ثم في بناء الرواية أيضا نتحدث عن التقنية التي اعتمد عليها نجيب محفوظ، تقنية وهي تقنية أساسية هي عامل الزمن أو آلة الزمن. آلة الزمن بمعنى أن الأحداث تتطور داخل إطار الزمن، وهذا التطور ليس تطورا عفويا وإنما تطور سببي قائم أن على نحو ما بينته في منذ قليل، بأن هناك أسبابا قد تكون واضحة وقد تكون خفية إلى حد ما في تولد حدث من حدث آخر، إنما الحدث الآخر هو ناتج عن الأول إلى حد كبير. آلة الزمن ليست وحدها هي العامل في البناء، وإنما نجيب محفوظ أضاف إلى هذا العالم، إلى هذا العامل أضاف شيئا مهما، وهو تأثير الوراثة. تأثير الوراثة، ولعلي قلت في حين كنت أتحدث عن الواقعية إن بعض النقاد رأى أن كلمة مصطلح الطبيعية أكثر دلالة على المراد، لأنه يتضمن استناد أو إعمال الروائي لبعض القوانين التي اهتدى إليها العلم الحديث. هو لا يفصح عن ذلك، وإنما نجد أن العمل الروائي متأثر ببعض ما اكتشفه العلم الحديث. هنا نجيب محفوظ بأن الرواية فيها متسع، نجد أنه أفاد من قانون الوراثة، بمعنى أن الذرية ذرية شخص ما تتأثر بآبائها وأبنائها، أو بمن انحضرت عنهم من الآباء والأجداد، حتى بعض الأجداد الأعلين. نجد هنا أن في الوراثة تظهر في الثلاثية، تظهر بشكلها أو في جانبها السلوكي وفي جانبها الخلقي، الخلقي أو العضوي. في الجانب السلوكي على سبيل المثال نجد أن أحمد عبد الجواد وهو شخصية الأب يبدو وقورا متزنا، ولكن داخل البيت وحازما وصارما على نحو ما سنحدث عنه في الشخصيات، لكن خارج البيت رجل مرح متبسط له علاقاته النسائية وما إلى ذلك، وله غرامياته، وليس فوق مستوى الشبهات كما قد يبدو. تزوج بزوجة تدعى هنية، وكانت امرأة منحلة إلى حد ما، ومن هنا طلقها، لكن كانت قد أنجبت ياسين. في ياسين تتمثل الوراثة، الوراثة للأب والوراثة للأم. ياسين نراه في الرواية شابا فتيا مولعا بالملذات الحسية، لا يني عن الجري وراء النساء، ويتابعهن في غدواتهن وروحاتهن، وله مغامرات نسائية بعضها يعني يعد من وصمة، لأنه إذ يتحرش حين نراه يتحرش بخادمة الأسرة التي ربت الأولاد جميعا ومنهم ياسين نفسه، ويحاول أن يتحرش بها في على السطوح في حجرة الفرن مثلا، غرفة الفرن، وعلى الرغم من أنها ليست بذات يعني مفاتن نساء أنثوية. أيضا يتحرش بخادمته نور التي كان قد أرسلها والد زوجته
لتخدم ابنته يتحرش بها أيضا، وكان التحرش بخادمات بخادمتي زوجتين له سببا في الانفصال بينهما. لكن المهم ان هذه الورثة ياسين ورث عن ابيه هذا الولع باللذة، واما التدني في اشباع لذته فهو ورثه عن امه. الوراثة لا تكون بنفس الصورة وبنفس المستوى، وانما تختلف قليلا او كثيرا، يختلف فيها المتأثر عن المؤثر. لكن المهم أن ياسين على هذا النحو الذي وصفته في الجيل الثالث وهو جيل الأحفاد، نجد رضوان بن ياسين شاب يبدو جميلا وسيما ومشرب الخدود، خدوده مشربة أو خداه مشربتان بحمرة، وتوافر له ظروف في البيت لم تكفل له الحماية، وإنما ساعدت على انحرافه. أولا ظروف وتأثره في خلقته كان بجده لأمه، إنه كان أصله تركي وهو على جانب من الوسامة وحمرة الوجه أو حمرة الخدين من هذه الناحية. الظروف في البيت كان يعيش مع زوج أبيه وهي لا تحرص على بقائه ولا تراقبه، وأبوه منصرف عنه وهو يعيش أكثر الأوقات مع بعض زملائه في الجامعة في كلية الحقوق، وبعض ذوي الأغراض السيئة من الرجال الكبار الذين يشتغلون بالسياسة لهم مآرب خاصة وضيعة. ومن هنا كان انزلاق رضوان مع أحد زملائه في غواية أحد من رجالات السياسة. ويعني كان نجد أن رضوان أصابه شيء من الشذوذ الجنسي، يعني معاشرة المثلين، وهو كان الطرف الآخر، هذا الشذوذ، هذا الضعف الأخلاقي أو السلوكي ورثه رضوان عن أبيه ياسين وجده السيد أحمد عبد الجواد وجدته هنية وما إلى ذلك. يعني مجمل الوراثة أو مجمل الأثر الأخلاقي، الضعف الأخلاقي صب عند ياسين. هذا من الجانب السلوكي. في الجانب العضوي نجد أثرا للوراثة أيضا، وقد أشرت إليه فيما يتعلق في أولاد أحمد عبد الجواد. لدينا بنتاه خديجة الكبرى وعائشة الصغرى، شتان ما بينهم. خديجة أقرب إلى الامتلاء وبعيدة عن الجمال إن لم تكن يعني دميمة بعض الشيء، في حين أن عائشة تقطر أنوثة وجمالا لكنها نحيفة، ومن هنا كان الخاطبون يتهافتون عليها. وتزوجت قبل أختها من آل شوكة وأنجبت ابنتها نعيمة، ثم أخبر الطبيب المولد أن نعيمة ولدت مصابة بضعف في عضلة القلب، وهي لهذا السبب لم تعيش طويلا. وقد صدقت الأيام توقع الطبيب المولد، فنعيمة ما إن تزوجت من ابن عمها وكانت في حال
وضع المولودتها الأولى أو وليدها الأول حتى لفظت أنفاسها، وكانت إذاك في حوالي 20 من عمرها. وهذا بتأثير يعني أن الضعف أصلا خلقي في تكوين عائشة أحمد عبد الجواد. هذا الضعف الخلقي تحول إلى ضعف في عضلة القلب عند ابنتها، وكان ما كان من أمرها. ده فيما يتعلق بتأثير الوراثة في روايات نجيب محفوظ. نجد أيضا أن نجيب محفوظ استخدم أو وظف أو نراه يستخدم الحلم، الحلم في بناء الأحداث، في بناء الحدث، أو تقنية فنية في بناء الأحداث. ونجد هنا نوعين أو ضربين من الحلم. حلم فيه تشاؤم أو يرمز أو له دلالة تشاؤمية مأساوية، وحلم آخر ينبئ عن سعادة يعني سوف تقع في أيام قادمة. فيما يتعلق بالنوع الأول، نجد أن أحمد عاكف عندما مرض شقيقه الأصغر رشدي عاكف بمرض هو بدأ بالتهاب رئوي ثم تحول إلى الدرن أو السل الرئوي، وفي ذلك الوقت من أوائل الأربعينيات في أثناء الحرب العالمية الثانية، لم يكن الطب قد تقدم على نحو ما نشهد الآن، بحيث أصبح علاج لهذا المرض ميسورا، وتكاد تخلو البلاد من مسألة السل الرئوي تقريبا، لكن تحول هذا المرض ولم تفلح معالجة، لأن كان قد استفحل مع رشدي عاكف. وعلى الرغم من معالجة المصحة الصدرية بحلوان، فإن الأمر بدا مخيفا. في الليلة قبل أن يموت رشدي عاكف أو في الليلة التي سبقت وفاته، كان أخوه أحمد يقف أو يسهر إلى جانب فراشه، ومن شدة التعب والسهر غالبه النوم، فرأى فيما يرى النائم حلما أشبه بالكابوس، حلما أشبه بالكابوس، إذ رأى أخاه الممتد على الفراش يتحول إلى كرة، وهذه الكرة تنتفخ بحيث تقف في النافذة أو تسد النافذة التي يطل منها على شرفة نوال الفتاة التي قلت أنها تسكن إلى جوارهما في حي الحسين أو في خان الخليلي، وحالت بين أحمد ورؤية شرفة نوال. فعندما نظر ووجد أخاه ركبه الحياء، فصرف نظره عنه، لكن الفتى الذي ظهر في شكل كرة منتفخة لم يأبه بذلك، إنما راح يرتفع ببطء طائرا كأنما يلتمس سبيلا إلى الفضاء خلال النافذة، ولكن النافذة ضاقت عنه فانحشر بين جانبيها وحجب عن عينيه النور، وزايلته الدهشة وحل محلها الرعب. ده أحمد لما لقى أخوه يعني بدا هكذا أصابه الرعب، ولكن الفتى اللي هو رشدي جعل يضحك منه كالساخر بصوت مزعج أثار أعصابه فتولاه الغضب. وظن أحمد ظن الشاب اللي هو رشدي يسخر منه بخدعة فنهره، ولكنه لم يعبأ به واستمر في ضحكه الساخر. ففزع أحمد إلى مكتبه وأتى بريشته وغرسها في بطنه فانقصفت فيها، واندفع من البطن بخار ملأ الحجرة بالغبار، فأخذ جسم الفتى اللي هو رشدي يتقلص بسرعة حتى عاد إلى حجمه الطبيعي،
ثم سقط عند قدميه وجعل يتلوى كالسليم وليست كالسقيم كما وردت في الكتاب، هي كالسليم، والسليم هنا معناها الملدوغ، وهي كلمة تستعمل في الضاد، تستعمل السليم بمعنى الصحيح والسليم بمعنى الملدوغ. كانت العرب تسمي الملدوغ سليما تفاؤلا بشفائه يعني. ويعض من الألم قوائم الكرسي ويصرخ صراخا موجعا، ويسعل حتى تجحظ عيناه ويسيل من محجريهما الدم، وهلع فؤاد أحمد وأطبق عليه رعب يضني ويميت، ثم استيقظ عند ذاك وأدرك أنه كان يحلم حلم كابوسي ثقيل ينطوي على نذير الموت وعلى كآبة المستقبل، وهو في داخله أيضا يشير إلى العلاقة الصراع الخفي بين الشقيقين على الاقتراب من نوال والظفر بحبها. فنجيب محفوظ يقدم هذا الحلم وبه يدعم بناء العمل الروائي، فإنه كان العمل الروائي به أو البناء يتنوع ليس تقريريا أو ليس وصفا صرفا، وإنما يضيف إليه هذه التقنية ويجعل لها دلالة فيه. الحلم الآخر وهو الحلم المسعد هو جاء في ثلاثية، عندما نرى كما قلت إن عائشة وخديجة، عائشة على جانب كبير من الجمال والرقة، فالخاطبون يسعون إليها وطرقون الباب، وفي حين أن خديجة لا تحظى بمثل ذلك، ولكن عوضها الله عن فقدان الجمال أو غياب الجمال، عوضها خفة الروح وجمال الدعابة وحضور البديهة، ولهذا يعني كانت تسارع بإبداء التعليق بنكتة أو بقفشة أفشة كده ترطب بها المجلس وتضحك بها الجالسين. في غمرة والخاطبون يتهافتون على عائشة، في حين لا يتقدم أحد إلى خديجة، وهذا أمر يؤلم أمها وتضيق به، وبالمثل أيضا يعني لا تستريح إليه خديجة ويقلقها. لكنها في صباح يوم من الأيام، وبينما هي وأختها عائشة وأمهما يتناولن طعام الفطور أو الإفطار، راحت خديجة تقص عليهما نبأ حلم رأته في الليلة السابقة. قالت وبلغة بسيطة لكنها فصيحة، قالت: رأيت كأني أمشي على سور سطح، ربما كان سطح بيتنا أو غيره أو غيره سطح بيتنا أو غيره، وإذا بشخص مجهول يدفعني فأهوي صارخة. وأمسكت أمينة اللي هي الأم عن تناول طعامها في اهتمام جدي، فلازمت الفتاة الصمت قليلا لتستأثر بأكبر قدر من الاهتمام حتى تمتمت الأم: اللهم اجعله خيرا. وقالت عائشة وهي تغالب ابتسامة: لم أكن أنا الشخص المجهول الذي دفعك، أليس كذلك؟ كان بين عائشة وخديجة نوع من التتبع لسقطات الكلام أو للتعليق على كل من هو تعلق على الأخرى، شأن الولدين أو البنتين
اللذين يعقبان بعضهما، يعني الكبير والصغير اللي هم وراء بعض، فبينهما ما يسمح بمثل هذا التعليق. فلم أكن عائشة قالت لم أكن أنا الشخص المجهول الذي دفعك، أليس كذلك؟ خافت خديجة أن يفسد الجو بالمزاح، فصاحت بها إنه حلم وليس لعبا، فكفي عن هذرك. ثم مخاطبة أمها هويت صارخة، ولكني لم أرتطم بالأرض كما توقعت، بل وقعت على جواد حملني وطار. وتنهدت أمينة في ارتياح كأنما أدركت ما وراء الحلم واطمأنت إليه، وعادت إلى طعامها مبتسمة، ثم قالت من يدري يا خديجة لعله العريس. هكذا فسرت الأم لابنتيها الحلم الذي رأته خديجة في منامها في الليلة السابقة. بهذا ينتهي حديثي عن بناء الأحداث في موضوعنا الذي بدأت الحديث عنه، وأنتقل إلى النقطة التالية منه وهي تقنيات السرد. وقد أشرت من قبل إلى أن أسلوب السرد أو أسلوب العرض الروائي يأتي في بشكلين: الشكل الضمير الثالث وهو ضمير الغائب، وهو ما يغلب على الكثير من الروايات، والأسلوب الثاني هو استخدام ضمير المتكلم حين يكون الراوي مشاركا في الأحداث. يغلب أو السائد في روايات نجيب محفوظ الواقعية الاعتماد على الأسلوب الثالث أو الضمير الغائب، فهناك راو عليم بواطن الأمور، رؤيته كلية ويستطيع النفاذ إلى كل الأحداث وإلى بواطن الشخصيات كما قلنا من قبل. لكن مع هذا يعمد الكاتب في أحيان كثيرة إلى تقديم شخصية أو الشخصية التي يتحدث عنها الراوي لتتحدث بنفسها، وتباشر أو تقدم حديثا تتحدث به إلى نفسها وتواجه به القارئ أو المتلقي. وهذا ما نراه على سبيل المثال في خان الخليلي. فأحمد يذهب بأخيه رشدي عاكف إلى المصحة الصدرية بحلوان، وعندما كان يستقلان المترو إلى حلوان نظر أحمد إلى شقيقه رشدي الذي بدا هزيلا ضعيفا ضامر الرقبة، وجال بصدره الحديث الآتي. وهنا يترك الراوي المجال لأحمد ليتحدث وكأنما يتحدث بنفسه حديثا مباشرا. يقول: وعجب أحمد لسوء الحظ الذي يلاحق أسرته، فقد فقدت غلاما وها هو رشدي يصاب بالداء الخطير، أما هو فقد نصبه الدهر هدفا للعثرات والإخفاق. ثم بعد ذلك يقول: وقال لنفسه متحسرا رباه متى تنكشف الغمة. يعني هو الذي يتكلم بضمير المتكلم الآن، يعني مسألة ضمير الغائب توقفت وبدأ هو: متى أفتح عيني فلا أجد من هذا الشقاء الماثل إلا أطياف ذكريات منقضية. خلاص، وانتهى الحديث النفسي الصامت الذي بدأ مباشرا وبأسلوب المتكلم، وعاد الحديث بالضمير الغائب، ونظر إلى الخارج خلال زجاج النافذة، فجرت أمام ناظريه الأبنية والفيلات في حشد طويل، ثم انسابت القاطرة بين حقول ممتدة من النضرة والخضرة إلى آخر النص. في نموذج آخر نجد في بداية ونهاية الراوي يتحدث عن المظاهرة التي أو يصف المظاهرة التي قام بها شباب مصر في عام
1919 ابتهاجا ب او ارجي انا هذا النموذج، لكن اتحدث عن نموذج اخر في بدايه ونهايه، وهو نموذج الحديث النفسي، نموذج الحديث النفسي الصامت الذي تحدث به حسنين الى نفسه عندما كان يقف في شرفة غرفة الجلوس في بيت فريد أفندي الذي كان قد اتفق معه ومع أخيه حسين في أن يعطي درسا لابنه الصغير في المدرسة الابتدائية، درس في الحساب ودرس في الإنجليزي، كل منهما يقوم بدرس. كان أخوه حسين الذي يجبره يقوم بالدرس مع الولد، وحسنين يقف في الشرفة ينتظر انتهاء أخيه ليقوم بتقديم درسه إلى الولد الصغير. حسنين كان في بيت ملاصق أو لهذا البيت، كانت الأسرة تسكن قريبا منه قبل انتقالها إلى مسكن آخر سوف نتحدث عنه في المستقبل إن شاء الله. فكانت عيناه تقعان على نوال البنت الجيران، وراح خياله يتصورها ويتخيلها، وقد نهد صدرها وأصبحت في سن 15، لأنها حينما كانت في 13 منعها أبوها من استمرار الدراسة، وبذلك احتجبت عن حسنين. راح حسنين يحدث نفسه ودارت بنفسه أخيلة شتى، ومنها حديث نفسي صامت ترك الراوي حسنين يحدث به المتلقي أو القارئ. يقول إيه بعد كلام طويل؟ يقول إنه بحاجة إلى مثل هذه الفتاة التي رآها في يعني بسرعة، نذهب إلى السينما معا ونلعب معا، ده ضمير المتكلم، ونتحدث كثيرا، وما من بأس في أن أقبلها وأعانقها، ليس في حياتي وجه جميل يجذبني إلي، وحسبي ما صادقت من فتيان المدرسة ونادي شبرا، أريد فتاة، أريد هذه الفتاة في أوروبا وأمريكا. كل هذا حديث نفسي داخل حسنين، ولكن يقدمه الراوي إلينا مباشرة. ينشأ الفتيان والفتيات معا كما نرى في السينما، هذه هي الحياة، أما هذه فما إن رأتنا حتى توارت عن الباب كأننا وحوش نروم التهامها. وكان أجدادنا يقتنون الجواري، لو نشأت في بيت مليء بالجواري لعرفت حياة أخرى على رغم أمي وإنذاراتها ولكماتها، إلى آخر النص. الواقع أن هذا الحديث النفسي الصامت ليس مجرد استدعاء لأفكار حسنين يزجي بها وقته، وإنما يؤدي وظيفة أخرى، يؤدي وظيفة هو ينوع السرد، وفي الوقت نفسه يعني يشير إلى طبيعة حسنين المتطلعة إلى إشباع رغباتها الحسية وتطلعها إلى اقتحام المستقبل، وبذلك يسهم الكاتب بهذا الحديث النفسي الصامت في بيان الشخصية أو الكشف عن طبيعتها. في سياق آخر في رواية بين القصرين، وهو النموذج الذي كنت قد بدأت الإشارة إليه، نجد أن حديث النفس الصامت يتحول إلى كلمات متقطعة وعبارات مشوشة، لأن الذي دارت بنفسه أو لأن الذي دار بنفسه هذا الحديث أصابته رصاصة قاتلة، وهو فهمي عبد الجواد لما خرج في مظاهرة مع الشباب، مجموعة من شباب مصر
قامت بمظاهرة ابتهاجا بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه من أبطال ثورة سنة 19، وفي ميدان العتبة حاصرت القوات الشرطة هذه المظاهرات وأطلقت الرصاص، أصابت رصاصة منها فهمي عبد الجواد وهو في هذه الحال بعد أن فقد توازنه، صدرت عنه عبارات قدمها الراوي بلسان فهمي عبد الجواد نفسه، فبدت كلمات مشوشة ومضطربة تنبئ عن فقدانه الوعي شيئا فشيئا إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. وبهذا يكون الحديث النفس أيضا له وظيفة أخرى، فالوظيفة هنا وظيفة مزدوجة، وظيفة التنويع في السرد بين حديث النفس الصامت والوصف المباشر الذي يقوم به الراوي، ثم يكشف عن عما تعانيه الشخصية في لحظتها أو عما ستكون عليه في المستقبل. في نموذج ثالث يبدو أكثر غنى وخصوبة، لأن الذي يتحدث به يقدم في الواقع آراء للكاتب نفسه ووجهة نظره إزاء بعض الأحداث التي يستدعيها. وهذا النموذج نراه في رواية السكرية اللي هي الحلقة الأخيرة من حلقات الثلاثية، عندما كان كمال أحمد عبد الجواد في طريقه إلى الحفل الذي يقيمه حزب الوفد بعيد الجهاد. عيد الجهاد عيد سنه حزب الوفد في 13 نوفمبر من كل عام بعد نجاح ثورة سنة 1919. يمكن في سنة 22 الوفد لما تكون جعل هذا اليوم يوم 13 من نوفمبر هو يوم الاحتفال بعيد الجهاد، وكان جمهور كبير من المنضمين إلى حزب الوفد الذي كان يمثل الأغلبية في ذلك الوقت يذهبون إلى الاحتفال. طبعا كان ده يمكن في أوائل الثلاثينيات، لأن كان كمال عبد الجواد في ذلك الوقت شابا يستقل الترام في طريقه إلى الاحتفال بالعيد الجهاد. وهذا العيد الاحتفال كان يقام في بيت الأمة اللي هو بيت الذي أقام فيه سعد زغلول، وكان ذلك ده بعد وفاة سعد زغلول في سنة 1927، وفي البيت الشارع شارع من يمتد من قصر العيني إلى ضريح سعد. في هذا البيت أقيم الاحتفال، وكان كمال في طريقه ذا الاحتفال حين دار بنفسه الحديث النفسي الذي سوف أتحدث عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. وشكرا.